القوات الأمنية العراقية تواصل تقدمها في الأزقة الضيقة وسط منطقة الموصل القديمة والتي لا يزال ينتشر بها مسلح تنظيم داعش. مصادر ميدانية أفادت بأن فرقة الرد السريع أنهت مهامها القتالية على الجبهات الشمالية للمنطقة القديمة واستعادت السيطرة الكاملة على حي الشفاء والمستشفى الجمهوري ومستشفى ابن سينا والمجمع الطبي وكبدت التنظيم خسائر كبيرة. وعلى الجبهة الجنوبية أعلن قائد الحملة العسكرية في الموصل عبد الأمير يار الله أن قطاعات الشرطة الاتحادية فرضت سيطرتها على منطقتي باب جديد وسوق الأربعاء في الموصل القديمة بالإضافة إلى الجسر القديم بعد معارك شرسة. 35 إلى 40 ألف مدني، هؤلاء ما زالوا في المناطق التي ما زالت تخضع حتى هذه اللحظة لسيطرة تنظيم داعش. وفي الجانب الإنساني ما زال آلاف المدنيين عالقين في مناطق الاشتباكات ولم يسمح التنظيم لهم بالخروج صوب القوات العراقية، ويعاني جميعهم من الجوع والعطش والإصابات المختلفة بحسب ما أفاد المرصد العراقي لحقوق الإنسان. فإلى كل واحد يقول لك أنا ما لي دخل، طبعا هذا ما بس البيت، العراق كله ينهجم. المرصد من جهته طالب الحكومة بالتحرك سريعا لإنقاذ المدنيين المحاصرين وتحمل مسؤولياتها الكاملة في الحفاظ على سلامتهم ومنع استخدامهم دروعا بشرية من قبل المتطرفين.